تقدم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالتهنئة لقداسة البابا تودروس الثاني وجميع المواطنين المصريين الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وخلال زيارته لمقر الكاتدرائية المرقصية بالعباسية، أعرب مدبولي عن تقديره لمواقف البابا من أجل وحدة وتماسك الشعب المصري، خاصة في وقت التحديات والأزمات. من جهته أشار البابا تودروس إلى أنه رغم كل التحديات والأزمات، ورغم بيانات وأرقام مسؤولين والاقتصاديين، فإن لديه ثقة بأن يد الله ترعى مصر.